في وداع أحد فرسان الفن الفنان الكبير عزة العلايلي بنهديه هذه الحلقة اللي الحقيقة كان مفروض إن إحنا نعملها وهو يكون ضيفها، وده كان اتفاقنا الحقيقة إن إحنا كنا هنعمل معاه حلقة عن مشواره الفني، لكن للأسف فاجأنا الرحيل، لذا قررنا إن إحنا نعمل هذه الحلقة ونقدمها تكريما لفنه ولسيرته. ولما بنذكر اسم عزة العلايلي الحقيقة بنذكر مجموعة من القيم: الالتزام، المسؤولية، الاجتهاد، فكرة معنى وقيمة الفن الذي لا يفقد أثره ولا يفقد تأثيره طالما كان صاحبه وصاحب مبدأ وصاحب رسالة لا يحيد عنها. في هذه الحلقة سنتحدث عن الفنان صاحب الوعي، والوعي ده مش موضوع سهل، مش سكريبت بياخده الفنان ويقراه ويمثله، ولكن اختياراته، أفكاره كلها كانت بتعكس أنه صاحب وعي وصاحب فكر. هنتكلم عن الإنسان، عن الأب، عن الجد، عن الفنان المؤمن بقضية وطنه وأنه يكون صوت الناس في أدواره، عبد الهادي عاشق الأرض، الاختيار، صاحب النبوت، مدافعا عن الفقراء. الحقيقة أنه يعني حاجات كتير ممكن تعبر عن عزة العلايلي، لكن أنا هستعير ما قاله زميلنا الناقد الفني طارق الشناوي في مقاله الأخير، أنه عاش دائما محاطا بحب الجماهير قريبا منهم. يبدو في حياته العامة أنه نجم قابل للنمس، ابن البلد الذي يعبر عن كل في كل مواقفه عن أحلام ومشاعر أبناء البلد، وهكذا ودعه بكل حب وتقدير أيضا أبناء البلد، فنانا مثقفا معتزا بكرامته، نبض عروقه كبرياء. والحقيقة أن دي جملة مهمة جدا، إنه الفنان عزة العلايلي، نبض عروقه كبرياء. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيوفي الدكتور محمود العلايلي، وانا بشكرك ان انت يعني جيت لنا في وقت يعني قصير جدا من الوفاه، فيعني بشكرك شكرا جزيلا. يعني الشكر واجب عليا الحقيقه، انا اللي بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبشكركم على يعني كل هذا المجهود الرائع، يعني مش عارف اقول ايه الحقيقه. يعني لا ازاي، الوالد يستاهل واكتر، وطبعا النقد الفني طارق الشناوي صديقنا وزميلنا في هذه الرحلات.